السلام عليكم ورحمة الله، معكم أحمد بخمسين في الدمام. توجد بحيرة عند خط بحدرية، هذا خط بحدرية، بحيرة كبيرة واسعة ممتدة الله أعلم كم، أكثر من كيلو، ممكن كيلوين أو ثلاثة كيلوين ممكن طولها، وعمقها ممكن كيلو أو أكثر. بحيرة ضخمة وفيها تنوع كبير من الطيور والنباتات. ندعو أمانة المنطقة الشرقية أو وزارة البيئة، أي جهة مسؤولة، أنها تهتم بالمكان هذا وتحوله إلى منتزه وطني. مكان جميل جدا، حرام أنه يروح هدر بين الأوساخ هذه، كلها مكبات مخلفات بني. المكان لابد يستغل ويحول إلى منتزه متنفس للأهالي، مكان جميل جداً.